اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديده من دروس التربيه الاسلاميه. في هذا الاسبوع عزيزي الطالب عليك ان تبين مفهوم الوقت في الاسلام، ايضا توضيح توجيهات الاسلام في اداره الوقت. عزيزي الطالب، يسهم حسن اداره الوقت في تنظيم اولويات العمل وادائه والاستفاده من الوقت على افضل وجه. وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عدة تعبيرات دالة على الوقت، منها الضحى، العصر، الساعة، السنين والدهر. أنعم الله تعالى على الإنسان بنعمة الوقت وجعله مسؤولا عنه ومحاسبا عليه، لذا دعا الإسلام إلى حسن إدارة الوقت واستثماره على أحسن وجه. إدارة الوقت هي حسن استثمار الوقت بما يضمن أداء الواجبات والحقوق وتنظيم الأولويات بهدف تحقيق أقصى فائدة من الوقت المتاح. توجيهات الإسلام في إدارة الوقت. وجه الإسلام إلى حسن إدارة الوقت واستثماره عن طريق توجيهات عدة، من أهمها إدارة الإنسان أهمية الوقت وقيمته، فقد أقسم الله تعالى بالوقت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم دلالة على أهميته. تحذير الإنسان من إضاعة وقته وعدم استثماره في الأعمال الصالحة، فقد عد الله تعالى تفريط الإنسان بالوقت وجها من أوجه الخسران المبين، لأن ضياع الوقت من دون فائدة خسارة كبيرة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان أبان فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيضا ضرورة إنجاز الإنسان الأعمال المطلوبة في وقتها المحدد، سواء كانت في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى مثل العبادات، أم في علاقته مع الناس مثل الأعمال الدنيوية. وحين سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى قال: الصلاة على وقتها. أيضا أهمية ترتيب المسلم لأولوياته، فيقدم الأعمال الضرورية على غير الضرورية، والواجبة على غير الواجبة، والمهمة على الأقل أهمية، ما يمكنه من الإفادة من وقته في أفضل صورة. دعوة الإنسان للمسارعة على فعل الخيرات، فقد أثنى الله تعالى المؤمنين الذين يسارعون إلى عمل الخير، قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، صدق الله العظيم. أيضا عزيزي الطالب، إدارة الوقت مهارة يحتاج إليها كل إنسان، إلا أن هناك معيقات كثيرة تحول دون تنظيم الإنسان وقتها، منها التسويف، الغفلة، الكسل، والتواكل. التسويف هو يكون بتأجيل الواجبات الدينية والدنيوية عن وقتها المطلوب. الغفلة يكون ذلك حين لا يبالي الإنسان بما يفوته من أوقات. أيضا الكسل وذلك ضعف الهمة عن القيام بالأعمال المطلوبة. وقد ذكر الله تعالى أن من صفات المنافقين قيامهم إلى الصلاة وهم كسالى. التواكل، فقد ترك الأسباب يمنع إنجاز العمل ويستهلك الوقت بلا فائدة، فمن ينتظر النجاح من دون أن يدرس يضيع وقته بلا فائدة لأنه لم يأخذ بأسباب النجاح. والإنسان حين يطلب في دعائه الرزق من دون أن يعمل يضيع وقته بلا فائدة، لأنه أن الله تعالى جعل العمل وسيلة لتحصيل الرزق. أيضا أسهمت التكنولوجيا عزيزي الطالب مثل شبكات الإنترنت وسائل الاتصال الحديثة في توفير الوقت والجهد على الإنسان، إذ ساعدته على سرعة اتخاذ القرارات والحصول على المعلومات وتبادلها والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات خلال وقت قصير. إذن عزيزي الطالب، مفهوم إدارة الوقت هي حسن استثمار الوقت بما يضمن أداء الواجبات والحقوق وتنظيم الأولويات بهدف تحقيق أقصى فائدة من الوقت المتاح. وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عدة تعبيرات دالة على الوقت، منها الضحى، العصر، والساعة، والسنين، والدهر. عزيزي الطالب، بعد دراستك لدرس إدارة الوقت في الإسلام، عليك أن تبين مفهوم إدارة الوقت، توضيح توجيهات الإسلام في إدارة الوقت، عليك أن تذكر معيقات إدارة الوقت، وتحرص على حسن إدارة الوقت. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.